ثانيا حابة اتكلم عن موضوع حليمة بولند والذهاب للعراق والفيديو اللي نزلته اللي قالت انا لو تعطوني 40 مليون قادرة على الدفاع عن نفسي. بس انا اتحكي من مبدأ ان حليمة خانها التعبير، هي حابة تقول كلام ثاني. واعتقد اي اعلامي او شخص معروف عنده روح حق العراق هالفترة تحديدا يخاف، خصوصا انك حيشوف الناس قاعدة تنذبح بالشارع، بنات يعني شباب، حق يوم حمود المطيري شادين بطنه بطريقة مقززة، وتار ورشا الحسن الله يرحمهم ورفيف و من حقهم كل انسان يخاف. اذا رسولنا الكريم سألوه قالوا له يا سيد الخلق، هل المسلم يخاف؟ يعني يخاف لان الخوف صفة انسانية. قالوا له يكذب، قال له هاي ما يكذب، خوف صفة انسانية، فلا تمسكون في البنية عبد. وخير الخطائين التوابون. بس وما اعتقد في كلمة تعلم